من ضمن الوزارات اللي احنا بنعاني منها دلوقتي وزارة التربية والتعليم، مع احترامي وتقديري لزميل موجود او مش موجود او بتاع، لكن الدراسات على الدراسة على الابواب، وفي ناس بقى اللي عنده مشكلة عايز ينقل من المدرسة لمدرسة، وهذا جائز، بس هو بيقول لك عايز زقة. زقة ليه؟ لانه المشكلة ان المدرسة مش متعنتة، لا يا بقى الراجل عرفان بصراحة، دخل على الناظر اللي هو عرفان من نفسه، فمش عايز ينقل الولد، ما يتضايق من امه، متضايق من ام الولد، متضايق من ابو الولد، متضايق مش عارف ايه. سيدات مطلقات كثر، كل واحده رايحه المدرسه تقول لها جوزك، تقول لها انا مطلقه، تقول لها لا مش هقبلك. وده بقول لحضرتك كثر، عد بقى مدرسه ترفع الفلوس. ما هو دي يا فندم كل ده بيتحل من هو مش هو الناس بتتغلب على السيستم، بتتغلب على النظام، ضد القانون، عايزه حد يراعي، عايزه حد يجري، عايزه حد يشوف، عايزه حد يروح، عايزه حد يجي، عايز هي البرنامج ايه؟ انا بوصل لحضرتك. برضو التعليم العالي ما بيكون عندنا مشكله، بنتبهدل على ما بنوصل. والله بتبهدل، انا نفسي بتبهدل. انا لسه متصل بمدرسه اول امبارح، والله بنفسي متصل بالموبايل ومتصل باداره المدرسه، في طالب عندنا جاله مشكلته ومش عارف ايه والبتاع، ومستعد اقول المدرسه ده على الهوا، ومديره المدرسه قالت طب ابعته طب عشان خاطرك طب مش عارف ايه طب بتاع، قلت لها يا سيدتي دي جدته، وجدته في مدينه نصر، وجدته عايشه هنا في فيصل ولا الهرم ولا في الجيزه ولا مش عارف ايه، والسيده اللي ماسكه اداره الجيزه احنا مش عارفين نوصل لها، السيده الجديده الاستاذه الهام ربنا يديها الصحه مش عارفين نوصل لها، طب نعمل ايه؟ طب احنا اللي بنوصل والله العظيم احنا اللي بنتكلم بنفسينا، طب ما حدش عايز يتكلم، طب نعمل ايه؟ المشاكل اللي بيجي لنا كتير جدا عن الميه، والراجل المتحدث باسمه الشركه القابضه من افضل الناس اللي بتتعامل مع المشاكل، من افضل المتحدث باسم الشركه القابضه للميه والشركه القابضه للصرف الصحي، من افضل الناس اللي بتتعامل مع المشاكل، وبيحاول وبنيجي عليه كتير. الكهرباء نفس النظام، ده انا الاسبوع الجاي بقول لكم فيلم من الكهرباء عليا. اه والله الكهرباء شفطاني، اه والله شفطاني، وما اروح اتكلم يقول لك ما هو انت بقى جابوا لي عداد مدفوع الاجر، شالوا العداد القديم وجابوا لي عداد مدفوع الاجر، كل ما اروح ادفع فلوس ياخدوا مني 335 جنيه، كل ما اروح ادفع فلوس ياخدوا مني 335 جنيه، يقول لي ايه ده انت عليك فلوس، يا عمنا الكريم ده انت ما جيت تشيل العداد بتاعي، انت كان عليك ليه 9000 جنيه؟ لو كنت بتيجي تاخد مني فلوس بالبتاع دي بالعشوائي ومعايا الورق بتاعي، وبعت الورق للراجل يقول لي لا قصده مش قصده، طب يا فندم طب يبقى ليك 9000 جنيه، انا اللي ليا 9000 جنيه عند الحكومه، وهو كل ما اروح ادفع ياخد مني 335 جنيه، كل ما اروح ادفع يديني ب 665 اديله ال 1000 قبل يعمل لي الكارت يشحنه يديني 665 جنيه، فين يا عم 335؟ يقول لي ما انت عليك فلوس، يا عم انت عليك ليه 9000 جنيه؟ يقول لي لا ما هو كده. الله طب انت هتستعبطني ليه طيب؟ ولا كلمت كهرباء ولا قلت لي امشي في الاجراءات العاديه، مشيت في الاجراءات العاديه، طلعوني مكتب ونزلوا لي مكتب وعملوا لي مكتب ومش عارف ايه مكتب، وبعدين لما بعت حد قلت له تروح بنفسك بقى، رحت بنفسك، اتفضل يا استاذ جابر، قعدت يا استاذ جابر، قال لي قدم ورقه، قدمت ورقه، حلني بقى التسعه دول بقى فاسوا على ما يجيبوا لي الفلوس، حلني. طب لو انا مش استاذ جابر كنت عملت فيا ايه؟ طب ما ارحمه، انت حضرتك جيت شلت العداد بتاعي القديم وحطيت عداد مدفوع النفس ده ولا مدفوع البتنجان ده، ما خليك معايا بقى، انت مزود المسائل، انا بقيت شريحه جامده قوي. اه والله ده انت حطيتني فوق يعني، انا كده لاري كينج، بالراحه يا عم عليا شويه. استاذ جابر اتفضل، يا استاذ جابر ما تدقش، حاضر يا سيدي مش داق، بس طبعا المسألة مش كده يعني، كل ما كل شهر اروح تاخد مني 335 جنيه، طب الناس العادية دي تعمل معايا ايه؟ يا سيدي اقسم بالله انا بقيت مزنوق، والله العظيم بقيت مزنوق، والمصحف بقيت مزنوق يا اخي، ارحمنا بقى شوية، اهدى، قول لي تعالى والله اللي يتريك كذا 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 كذا، لكن مش على طول كده. الغاز زاد، بس الغاز حاجه محترمه ولطيفه وبتاع وكلام، والراجل بتاع الغاز بيجي بيديك الوصل بتاعك وبياخد وبيمشي وتوكل على الله. الميه بندفعها تبع العماره، مش يعني في حاجات لطيفه ماشي، زادت مش مشكله، بس بتاع الكهرباء ده ارحم شويه.
يا تظبط الدنيا، يا ما تجيش تاخد المسائل عشوائي كل شهر تيجي تاخد لك شهر وتمشي. لا انت بتيجي بتاخد حقك على عينه وعلى راسه. قول لحضرتك انت شريحتك مرتفعه على عينه وعلى راسه. طب اديني بقى ما يثبت ان الشريحه مرتفعه. لا يا فندم انت بتاخد كل شهر مني بتاخد مبلغ معين. غيرت العداد ما عملتليش حاجه. برضه بتيجي تاخد نفس الفلوس وانت مش مديني اجراء. وكهنت العداد القديم وما اعرفش انت بتعمل ايه. ولما نيجي نعمل بتاع يقول لك هات ورقه وهات بتاع. ما علينا. ما علينا.